موقع أنا السلفي. عبادة استوقفت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، استوقفت عبادة الشكوى إلى الله حين سمع نشيده عند هذه الآية، واستوقفته حين كان مع أصحابه، فاستوقفته امرأة عجوز فترك الناس وقام معها فأطال القيام حتى قضى حاجتها فانصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هي؟ وتدري من هي؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. يعني احنا بنقرأ: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، واحنا بنفكر على طول في احكام الظهار والكفارة ازاي وايه انواع الظهار، وهم الصحابة فكروا في ايه؟ لان القرآن بينزل بيعالج كل القضايا الانسانية في قلب الانسان وفي سلوكه وفي لسانه، مش بس ان احنا هنبص على اللسان والحكم الظاهر فقط، لا، انتبه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. معنى يخليك انت تقف عند الايات وقفه مختلفه عن مجرد استحضار انها ايات مدنيه حول الظهار الذي وقع او كان يقع من الصحابه رضي الله عنهم كما كان بجاري. يقول: هذه خوله بنت ثعلبه، والله لو لم تنصرف عني الى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها.